طيب، انطلاقا من جزئية المطالبة بالفار، عشان اقول لكم اللي حصل دلوقتي امتداد للي حصل الفترة اللي فاتت حتى الموسم الماضي. هو تأكيدات الكابتن الخطيب ومجلس إدارة الأهلي في هذه التصريحات بالمطالبة بسرعة العمل بتقنية حكم الفيديو المساعد إنقاذا للمسابقة وإقرارا لحقوق كل المتنافسين. هو مين قال لك إن أنت لما تلجأ للفار هتجامل الأهلي؟ لا، ده أنت ممكن تتأكد من قرار ضد الأهلي. أنا عارف. يعني أنا ما بقولكش تعالى جاملني، بقولك لازم تلجأ لهذه التقنية عشان تحافظ على يعني العدالة بين اتفرجت الكل. على بطولة العالم في الكرة الطايرة، ها؟ كل مرة كان الناس بتقدم فيها التشالنج ده وتلقط، يا تنصفه يا توب عليه. مش دلوقتي، هذا الكلام مش وليد اللحظة. هنفكركم، اتحاد الكرة اللي فات برئاسة المهندس هاني أبو ريدة كان جاله جواب من النادي الأهلي إمتى؟ 4 سبتمبر 2018، من سنوين، خطاب رسمي للأهلي يحدد 4 مطالب من اتحاد الكرة. بالله عليكم، أرسل النادي الأهلي خطابا رسميا إلى الاتحاد المصري لكرة القدم صباح اليوم الثلاثاء 4 سبتمبر 2018، أكد فيه رفضه التام للأخطاء الفجة التي ارتكبها طاقم تحكيم مباراة الأهلي الأخيرة أمام الإنتاج الحربي في الدوري. وتمسك الأهلي في خطابه الرسمي بحقوق النادي وطلب اتحاد الكرة بإجراء تحقيق عاجل وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي حرصا على استكمال المسابقة والعدالة بين الأندية المتنافسة. وحدد الأهلي 4 مطالب جاءت على النحو التالي: أن يتحمل اتحاد الكرة مسؤولياته في تطوير منظومة التحكيم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية وتطبيق تقنية الفار لمواكبة الكرة العالمية، تطبيق مبدأ قواعد اللعب النظيف الذي أقره الاتحاد الدولي. يعني أنتوا، أنا من سنة فاتت أو من 13 شهر وأنا كأهلي بطالب بالفار وببعت لاتحاد الكرة، وقال لك كمان كم طب شهر. اتحاد الكرة عامل إزاي؟ 29 يناير الاهلي ما ردش، اتحاد الكوره ما ردش، يعني من 4 سبتمبر ما ردش. رجع الاهلي يقول له في 29 يناير، يعني بعدها بثلاث اربع شهور. الاهلي يطالب من اتحاد الكوره اسباب عدم تقديم تطبيق الفار. بعت يقول له النادي الاهلي ارسل خطاب يطالب الافاده عن اسباب عدم تطبيق تقنيه الفار حتى الان، على الرغم من تلقي الاهلي خطابا من الاتحاد في اكتوبر الماضي. يعني بعت له في سبتمبر، رد في اكتوبر، قال له حريص على تحقيق العداله بين كافه الانديه وان هناك حرصا شديدا على تطبيق مبدا اللعب النظيف وفقا لمبادئ الفيفا، وان وسائل التكنولوجيا الحديثه الفار سيتم العمل بها امتى مولانا؟ ابتداء من يناير. الله، كان المفروض يناير، يعني من 10 شهور يكون السيد الفار مشرف الملاعب المصريه حسب تاكيدات والتزامات اتحاد الكره وقتها. اللي جنك اللي يدهشك ان تطلع اصوات، ها، في 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 برامج بعينها تقول لك هو الاهلي ليه مش عايز الفار؟ يا طريقه، ما حدش طلب الفار الا الاهلي. طريقه قلب الحقائق بشكل مستمر وممنهج، واصبح عندهم موهبه فيه في الكذب، في كذب كذب يعني. لا والله كذب، انا ماليش دعوه، انا بقول لك ان هو اهو كل ده يقول لك هو الاهلي. لما يجي يقول لك هو الاهلي ليه مش عايز حكام اجانب؟ يا راجل انتوا حد عايز حكام اجانب؟ حد طلب؟ طيب، رجع الخطاب الثالث في تاريخ 9 يونيو 2019، الاهلي يجدد مطالبه لاتحاد الكره بشان تقنيه الفار، وطلب تحديد موعد واضح يلتزم به اتحاد الكره ويعلنه لتطبيق تقنيه الفار لايقاف مسلسل الاخطاء التحكيميه اللي اثارت جدل كبير وتسببت في استعانه الانديه بالحكام الاجانب. طيب، اتحاد الكرة بقى بيفجر مفاجأة في 30 يناير 2019. عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة وقتها فجر وقال لك مش هنقدر نطبق الفار خلال الموسم الحالي لأنه الوضع مش مناسب والإمكانيات لا تسمح. هنا بقى كابتن عصام عبد الفتاح رئيس اللجنة، ها، مش بيكذب، إنما بينفي كلام الكابتن عصام عبد الفتاح عضو مجلس الإدارة. قال لك هنطبق في يناير، هو قال لك لا مش هنطبق في يناير. الموسم الحالي مع بدايته الاستاذ عمرو الجنايني يتعهد بتطبيق او ادخال تقنيه الفار في التحكيم وانه ملتزم بده على الاقل مع بدايه الدور الثاني. نفكركم بكلام الاستاذ عمرو الجنايني في ام بي سي مصر وهو يتحدث عن الفار اللي الاهلي بح صوته. يا خبر بقى، يعني تعالى فيه لازم ناخد
ابروفل من بره، من هيئه زي تابعه للفيفا، هي خاصه بالفار. ده في هيئه ليها علاقه بالفار؟ في زي اداره كده من الفيفا موجوده، بس مصلحه الفار. مصلحه الفار. وفي كمان لازم يتم تدريب الحكام، ومش مجرد انه هيقعد قدام شاشه هيقول لك لا، ده بياخد وقت. علشان كده انا حتى لما قلت ان شاء الله هنركب الفار، كان امنيتي طبعا ان انا ابتدي بيها. احنا ان شاء الله الدوري هيبتدي في شهر 9، هنعلن على الجدول الاسبوع ده ان شاء الله بعد القرعه. جدول الدوري في شهر 9 هقول لك، وبلتزم اهو قدامك. لا قبل بس ما نروح بعدين، تدريب الحكام هياخد له، بنتكلم مثلا مينيمم شهر ونص شهرين. فعلى الاقل لو ما لحقتش الدور الاول الدور الثاني اكيد بفار. انا ملتزم قدامك ان هو بالفار ان شاء الله. مصر هيكون فيها فار في الدور الثاني اللي موجود في الدوري الانجليزي، اللي موجود في الدوري الاسباني. هو مفيش فار مضروب يعني، هو زي اي فار في العالم. بالزبط. مش الفار المصري ده هيبقى ليه مش حاجه بيومي تانية. مش عاملينه بيومي. فان شاء الله. وأكد لسيادتك تعمل ليك مش لحد تاني، وأكد لسيادتك من يناير في فار. في كلام تاني؟ نتمنى. بس شفتوا مطالب الأهلي العادلة، شفتوا حرص الأهلي على المطالبة بحقوق كل الأندية، بيتكلم على مصلحة عامة، بيتكلم على سبل الارتقاء بكرة القدم في مسابقاتها، واحد منها تطبيق تقنية الفار إقرارا للحقوق، ولا أنها كانت حلقة الحقوق اللي حصل فيها النادي الأهلي على كل هذه الأحكام إقرارا للحق.